ممكن توضحي كلامك؟ أقصد خالد. خالد؟ خالد هو ده الشخص الوحيد اللي هيعوضها عني وعنك وعن العذاب اللي شافته. كاميليا اهدي يا كاميليا، اكيد ما تقصديش اللي انت بتقوليه ده. انا عارف انك انت مش على طبيعتك دلوقتي، واكيد جنة ضغطت عليكي في الموضوع ده. قلت لك انا لا سكرانه ولا بهرتل. يبقى انا هخلص عليكي يا كاميليا، انا هوديكي في 60 داهية. لا، الدهية دي انت اللي هتروحها مش انا. انت توديني في 60 داهية؟ ايوه، بمكالمة تليفون صغيرة لجابر طاحون يسمع مني المؤامرة العظيمة اللي بتتعمل عليه من حضرتك ومن مراته. وانت بتهدديني بالسر اللي انا حكيته لك؟ انت بتطعنيني في ظهري يا كاميليا؟ لا، بضربك في وشك وبتحداك يا سالم. بنتك هتتجوز خالد النهاردة وانا اللي هديها له بايدي، وانت مش هتقدر تمس شعرة مني. كاميليا اسمعيني بس. كاميليا، كاميليا، بقول لك يعني عشانك انت هسيبها 10 دقايق بس، اكتر من كده هيبقى صعب. انا عارفه انه صعب، انا اصلا لسه متخانقه مع ماما بسبب الموضوع ده، بس انا دلوقتي بترجاك. تترجيني؟ تترجيني عشان ايه؟ عشان فرح اخويا اللي باظ؟ ولا عشان امي اللي قلبها محروق عليها دلوقتي؟ مامتك قلبها كبير، سامحتها وخدتها في حضنها ساعه موضوع الشقه والاسم. هتقسى عليها بقى وهي بتحقق حلمها؟ اهدى بس، واذا كان على عاطف انا عارفه انه مش هيزعل منها، اصلا مش بعيد يفرح لها اكتر من فرحته بجوازه. حضرتك بقى قريبه مننا وعايشه معانا في الشقه، ويمكن عارفه تفاصيل البيت بقى اكتر مني. عارفه العفش والجدران والستاير، عارفه كل حاجه. انا عمري ما دخلت مكان وارتحت له زي بيتك يا خالد. بيت انا؟ على فكره انا عندي استعداد اجي معاك الفرح مكان فاتن، يعني ايه رايك؟ حضرتك طبعا بتعملي ده عشان خاطر الاستاذه ما تضيعش حلمها، صح؟ عشان انا اللي ما ضيعش حلمي. حلمك؟ فاكر زمان لما قلتلي اللي انت حلمت بيها 7 مرات؟ وفي كل مرة بتختلف التفاصيل وبتفضل جملة واحدة. أنا قريبة يا خالد، قريبة منك، أنا ليك ومش لحد غيرك، فاكر؟ هو أنا ما نسيتش أصلاً عشان أفتكر، بس هو اللي أنا مستغربه دلوقتي إن انت فاكرة إزاي؟ أنا كمان حلمت بيك. حلمت بيه أنا؟ حلمت اللي احنا في بيت واحد، في كل مرة بيختلف شكل البيت وتفاصيله، وبتفضل جملة واحدة. برضو جملة واحدة؟ أنا دخلت الجنة وكتبت اسمي فيها، ومحدش هيقدر يخرجني منها. ده أنا اللي قلت الجملة دي في الحلم؟ ده أنا جامد قوي في الحلم. والحقيقة يعني إني فهمته من أول مرة، فهمت إن اسمي واسمك هيتكتب في قسيمة جواز مش في محضر شرطة. جواز؟ أنا وإنتي جواز؟ الحلم ملوش معنى تاني غير كده. إزيك يا خالد؟ إزي حضرتك؟ أنا يا حبيبتي، أنا اللي هحقق لك الحلم ده. إزاي؟ ماما هتعوضك عن كل الحب اللي معرفتش تديه لك، وهتديكي للراجل اللي حبك وحبيتي. مدام كاميليا، ما تقولش حاجة يا خالد، انت هتتجوز بنتي النهاردة. ايه؟